زيارة مفاجأة ولقاء ممكن يغير الموازين تماماً. الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وصل مؤخراً، وكمان قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعاً اتكلموا في أزمة السودان والحرب الحالية. المفاجأة كانت في توقع سابق ليلى عبد اللطيف قالت في أحداث خطيرة هتحصل بخصوص أزمة السودان ودور مصر في الأزمة. يا ترى إيه اللي هيحصل وإيه اللي قالته ليلى عبد اللطيف؟ زيارة من رئيس مجلس السيادة لانتقال السوداني عبد الفتاح البرهان مفاجأة لمصر، وقابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وناقشوا سوا تطورات الأوضاع في السودان. الرئيس السيسي في خلال اللقاء أكد على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، وأكد كمان على استمرار الدعم المصري للسودان على كافة المستويات للخروج من الأزمة اللي بيمر بيها، وشدد كمان على موقف بلاده الثابت والساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان. العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف كان ليها توقع سابق عن دور مصر في حل أزمة السودان من خلال تعاونها مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة الجاية، وقالت إن الغلبة هتكون للجيش السوداني وإن الدعم السريع هيتهزم في الحرب العالمية. ليلى عبد اللطيف قالت كمان إن أزمة السودان هتنتهي بتسليم السلطة للمدنيين، وأكدت إننا هنشوف السودان دولة قوية من تاني وهتنعم بالسلام مرة تانية. وخلال لقاء سابق للعرافة اللبنانية تراجعت عن توقع سابق ليها كانت أعلنت عنه من شهور وحذرت فيه البرهان من عملية استهداف هتودي بحياته، لكن في ظهورها الأخير قالت إن الأمور هتكون أفضل بعد كده. تفاصيل انتهاء أزمة السودان بتلوح في الأفق، وده تقريباً من نهاية سبتمبر لما أعلن البرهان عن استراتيجية الجيش لإنهاء الحرب لصالحه، وبدأ لأول مرة في الهجوم بدال الدفاع، وبالفعل حقق نجاحات كبيرة في طرد قوات الدعم السريع من بعض المناطق اللي كانت تحت سيطرته. المتابع للأزمة هيعرف إن السودان حالياً بتمر بأصعب تصعيدات على مدار السنتين اللي فاتوا، والعنف زاد بشكل كبير بسبب الحالة الانتقامية اللي بدأت بيها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، واللي زود من احتمالية نجاح الجيش خلال الفترة الجاية هو حالة الفوضى اللي بتشهدها قوات الدعم السريع، وخصوصا مع حالات الانشقاق اللي حصلت مؤخرا، وخسر الدعم السريع عدد كبير من قواتهم وقادتهم كمان. وخلال الأيام اللي فاتت حمدتي وعدد كبير من قادة قوات الدعم السريع هجموا مصر وادعوا انها بتساعد الجيش في حربه ضدهم بدون طبعا دليل قاطع، ومصر نفت تدخلها في الأزمة بأي شكل سوى محاولات التهدئة. ده اللي أكدته زيارة البرهان الأخيرة لمصر، واللي مجلس السيادة السوداني أكد إن المباحثات بين البرهان والسيسي تناولت سبل تعزيز العلاقات ودعمها وتطويرها بما يخدم الشعب الخاص بالبلدين ومجالات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.